موقع يمن مونيتور نشر تحليلا حول الحراك في حضرموت والتصعيد من قبل حلف قبائل حضرموت المطالب بمنح المحافظة حقوقها وشراكة حقيقية فاعلة بشأن المخزون النفطي بميناء الضبة وحقل المسيلة، إذ تهدد القبائل بمنع تصدير النفط إذا استمر مجلس القيادة الرئاسي في عدم التجاوب معها، وإذا لجأت السلطة إلى العنف لضمان تدفق تصدير النفط فسيؤدي إلى تدهور أمني ينعكس سلبا على المحافظة واقتصاد البلاد. وقال الموقع أن هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث وصلت الأوضاع في حضرموت إلى طريق مسدود على المستوى الإداري داخل أروقة السلطة المحلية، وباتت المشاكل الإدارية وحديث التعيينات والإقالات محور النقاش في المجالس بالمحافظة، بالإضافة إلى الانهيار غير المسبوق في الخدمات الأساسية، مما دفع مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل شخصيا لمحاولة حلحلة الوضع المتدهور في المحافظة. بحسب الموقع فإن أمام المجلس الرئاسي عدة خيارات للتعامل مع التصعيد في حضرموت، فإما الاستجابة لمطالب حلف قبائل حضرموت والمؤتمر الجامع، أو الموافقة لبعض المطالب مثل الشراكة في السلطة من كل المكونات السياسية والقبلية والتي تبدأ بإقالة المحافظ أو وكيل المحافظة والموافقة على الشراكة المجتمعية، أو الرفض والصدام مع حلف قبائل حضرموت، وبالتالي فإن الذهاب في هذا الاتجاه محفوف بالمخاطر الأمنية والسياسية.